هذا الشباك هذا خلاص. بس قصدي الطاولة نبدو مع نبدو باكل شيء. عرفني الواحد ثم تعرف الحركة تأسيسها. طيب اسمي طارق المكني السباعي، عضو مؤسس لحركة الجمهورية المغاربة. جاء تأسيس حركة الجمهورية المغاربة السنة الماضية بداية شهر ماي 2012 كامتداد وكرد فعل بعد انسحاب بعض الأطراف من حركة 20 فبراير وإضعاف حركة الاحتجاجات السلمية التي عرفها المغرب منذ 20 فبراير 2011. نحن كل أعضائنا كانوا أعضاء في حركة 20 فبراير، في حركة المطلبية بإسقاط الفساد والاستبداد وبدولة الكرامة والحرية والعدالة التي نادى بها يعني جل الشعب المغربي في كل المدن المغربية، في أغلب المدن المغربية عرفت مسيرات. فلما تم الالتفاف على مطالب الشعب المغربي بدستور مزيف، تم تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية من طرف القصر، وتم لعب بورقة الإسلامي حزب العدالة والتنمية للإيحاء بأنه هناك تغيير سياسي مشابه لما حصل في تونس ومصر. تم إضعاف حركة 20 فبراير بمختلف وسائل. حركة 20 فبراير حركة احتجاجية؟ حركة احتجاجية هي كانت امتداد لما وقع في مصر وفي تونس. بدأت عندنا أيضا حركة 20 فبراير حركة شبابية فيها عدد من المستقلين وبعض التنظيمات السياسية اليسارية وحتى الإسلاميين مثل جماعة كامل الإحسان. فنحن نعتبر أنفسنا في حركة الجمهوريين المغاربة نتاج واستمرارية لنفس المطالب، لكن بنفس جديد وبشعار قد يبدو جريئا نوعا ما وقد يبدو متطرفا عند البعض، لكنه رزين من حيث يعني النظر إلى تاريخ النضالات المغربية وتاريخ المقاومة المغربية، وبحيث أن 5 عقود من حكم النظام الملكي الحالي لم تأتي بشيء يعني حقيق ولم تحقق المطالب الأساسية التي هي الحرية والكرامة والعدالة. فحركتنا حركة لا زالت حركة يعني شبابية وفتية في وسائلها وتنظيمها، كما يعني يمكنكم الرجوع إلى البيان التأسيسي. نحن حركة تحررية نضالية لها نفس الأهداف التي أهدافها الحرية والكرامة والعدالة. اليوم هذه المطالب العامة، أما طريقة الوصول إلى هذه الأهداف من نظرنا نحن الجمهوري المغاربة هو القطع مع هذا النظام الاستبدادي الذي رأسه ورمزه هو القصر الملكي وهو النظام الملكي. ما دام النظام الملكي يعني موجودا بهذه الطريقة وبهذه الصلاحية وله من الصلاحيات ما يخول له يعني كل يعني السلطات، فلن يكون. والواقع لدينا في فهمنا وفي رأينا هذا تم إثباته منذ 50 سنة، والمغرب يعني يعرف تسويفات، ولسنا في أول تعديل دستوري بعد استقلال 56 الذي نعتبره نحن سوريا. منذ 56 عرف المغرب ما يقارب 9 تعديلات دستورية، فنحن في الدستور التاسع، تعديل الدستوري رقم 9 في ظل هذا النظام الملكي منذ 50 سنة. فماذا ننتظر من 9 دستور، من 9 تعديل دستوري؟ ماذا ننتظر من حكومة يترأسها حزب كان يعني يرفع شعارات يعني إسقاط الفساد ومحاربة الفساد والاستبداد أيام المعارضة، مثلا معارضته لمهرجان الموازين أيام المعارضة، وهو الآن نفس الوزراء في حزب عدم تنين كانوا برلمانيين معارضين يعني ينادون بمعارضتهم لمهرجان الموازين كمثال بسيط، وهم اليوم يعني مهرجان الموازين حضرتك. مهرجان الموازين يعني بالنسبة للرأي العام التونسي هو مهرجان فني كان في بدايته مهرجانا عاديا، لكن تم السطو عليه من قبل
منير الماجدي محمد منير الماجدي الذي هو الكاتب الشخصي للملك محمد السادس والمكلف بالشق الاقتصادي في كل ما يتعلق بالديوان الملكي، استعمل مهرجان موازين يعني كوسيلة ضغط على كثير من الشركات الكبرى في المغرب حتى يعني يروج لمهرجان كبير من حيث الإمكانيات التي لديه، يأتون بفنانين. ونحن يعني الفكرة لسنا ضد الفن والثقافة عامة، نحن يعني وعامة من يعارض المهرجان الموازين ليس من منطلق مبدأ المعارضة للفن أو الثقافة، لكن كيف يعني نصرف مبالغ هائلة بطرق مشبوهة. ونحن نعرف أن هناك يعني بعض المسؤولين، وهناك مسؤول أمريكي كان على رأس شركة من الشركات في المغرب اعترف ورفع دعوى قضائية في طريقة ابتزاز الأموال التي ينهجها الديوان الملكي والمقيم على المدير الفني للمهرجان. فباختصار تأتي يعني يأتي فنانون مشاهير الفنانين في العالم يأخذون أموال طائلة في فترة تحضير الامتحانات في قلب العاصمة الرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين، ويكون هناك يعني بعض المظاهر يعني المخلة بالحياة وبالقيم الإنسانية والمحافظة للشعب المغربي. فمثلا آخر دورة للمهرجان جاءت فنانة جيسي جي، فيعني قامت بالغناء وبالرقص بملابسها الداخلية، وكل هذا يعني تحت رعاية السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس. فهذا يدعو في الحقيقة إلى الاستغراب، ويحصل هذا في ظل حكومة تدعي أنها حكومة إسلامية ومحافظة. فلماذا حركة الجمهورية المغاربة رفعت شعار الحل هو الجمهورية، وإذا أردنا تحقيق مطالبنا حرية وعدالة وكرامة لا بد من قطع مع النظام الملكي، ولا يبدو لنا أي بديل للملكية إلا الجمهورية. فبالنسبة لنا البديل الجمهوري هو بديل منطقي. إذا يعني فقدنا الثقة، وهذه قضية مركزية، أغلبية الشباب المغربي فقدوا الثقة في النظام السياسي المغربي، في النظام الملكي، وفي شيء حتى اسمه السياسة. ولذلك احنا نريد بعث الأمل وبعث روح الثقة في وطن بديل. لا يمكن أن يكون هذا الوطن البديل يعني إلا بنظام سياسي بديل، ونتقبل الملكية حسب المعطيات التي نراها اليوم بحزب جمهوري ينادي بالجمهورية. ونحن لا ننتظر منهم أن يقبلونا، لأن في أرضية السياسة كما أنهم يقصوننا ولا يعترفون بنا، فنحن لا نعترف بشرعية إمارة المؤمنين ولا نعترف للملكية بشرعية. لم يستفت الشعب المغربي في قضية الملكية، وآخر استفتاء دستوري يعني بالنسبة لنا يعتبر مزور، ومن بين الأدلة على ذلك شهادة من كيران نفسه الذي في تصريح له في سبتمبر 2011 قبيل انتخابات نوفمبر 2011 صرح وعلى الملأ، والفيديو موجود على الإنترنت، أنه قال لوزير الداخلية إحنا لا نريد انتخابات باللوائح الانتخابية الحالية، واللوائح الانتخابية الحالية مطعون فيها. فقالوا إذا كنا دوزنا هذا الاستفتاء الدستوري بلوائح الانتخابية الحالية وإن كانت مطعون فيها فهذا غير دستور، هذا غير الاستفتاء الدستوري. كيف يصرح من كان مرشح لرئاسة الحكومة بأن الاستفتاء الدستوري مرة بلوائح انتخابية مطعون فيها؟ والذي وقع أن نفس اللوائح الانتخابية تم تمرير الانتخابات بها. فإذا بشهادة رئيس الحكومة الحالي من كيران هذه الانتخابات سواء الاستفتاء الدستوري أو انتخابات تشريعية السابقة في نوفمبر 2011 هذه تعتبر انتخابات باطلة مزورة، لأن اعتمدت فيها لوائح انتخابية مطعون فيها. يعني بن كيران لو ما ترشحش كان باش يواصل الطعن فيها. أكيد هذا هو. لكن لما ترشح فغض النظر عن فهذا كانت ورقة ضغط بن كيران العدالة التنمية على القصر وعلى وزارة الداخلية أنه لما أعطيتوناش رئاسة الحكومة يعني فنحن سنطعن في
في الانتخابات، لكن القصر والنظام استعمل الورقة الرابحة في الظرفيات هذه، لأنه رأى ما وقع في تونس وفي مصر وركب الموجة، وقال بما أنه الإسلاميين صعدوا في مصر وفي تونس لابد لنا أن نوحي بأن هناك حزب إسلامي سيطرة أسلحة. هذه سياسة استراتيجية القصر في تلك المرحلة. أما لما صعد بن كيران ووزاره وحكومته، استراتيجية القصر وسياسة القصر هي العصا أمام أي نية، حتى لنفترض أن وزراء العدالة والتنمية هم ناس يعني نظيفوا اليد والتاريخ ولم يمارسوا مسائل فيها الفساد، وبعض منهم كان لديه شعبية وكان يشتهر بأنه إنسان يعني مناضل وليس له يعني تورط في الفساد، لكن استطاع أن يستعمل شعبيتهم الطيبة في المعارضة ليشرعن للمرحلة الانتقالية التي يريد من بعدها. وهم يهيئون من؟ يهيئون حزب الأصالة والمعاصرة الذي يلعب الآن دور المعارضة. وكيف لحزب يعني انبثق من صديق الملك أن يلعب دور المعارضة الآن حتى يشرعن لرئاسة الحكومة من بعد؟ فهذا يعني سياسة في المغرب، يعني سياسة منقلبة رأسا على عقب. الذين كانوا في المعارضة من قبل الثورة أصبحوا في رئاسة الحكومة، والذين كانوا في يعني في مركز القرار في داخل القصر أصبحوا يمارسون المعارضة. فنحن خلافا لما يقع في تونس ومصر، يعني وقع الثورة وهناك يعني أزلام للنظام السابق، وهناك قادة لثورات مضادة يعني تريد أن تقلب على الشرعية الثورية. إحنا عندنا العكس، أن النظام فضل أن يترك المجال لمن يسمون معارضة قبل، ويلعب دور يعني الانقلاب عليهم بهذه الطريقة التي نعتبرها خبيثة وليست ذكية. هي ممكن أن تنجح ونجحت شيئا ما في فترة معينة، لكن سرعان ما تبين الأمر لأن الاحتواء يحتوي الإسلامي. طالما يعني في تونس صعود حزب إسلامي، في مصر إسلامي، فحتى يوهم ربما الشعب أنه أو حزب إسلامي هو. هناك تغيير في الاستقرار، في الاستقرار الملكي، هو مسألة يعني في انتخابات. أن الدستور قيل بأن نسبة المشاركة في الانتخاب الستة كانت هي 97%، ومباشرة بعد 5 أشهر نسبة انتخابات البرلمانية كانت هي 47%. بمعنى هذا الفارق كيف تفسر؟ أين اختفوا هاد الناس اللي هاد النسبة كاملة من فعلا؟ هذه هي يعني ملاحظة، يعني حسب تصريحات وزارة الداخلية وأرقام وزارة الداخلية يبدو أن هذا الفرق ما بين 97% الذين وافقوا على الدستور هو لماذا؟ لأن أنا حسب رأيي يبدو لي أن السبب هو أن النظام يريد أن يوحي بأن أغلبية الشعب المغربي هم مع الملكية ومع استمرار الدستور الملكي ولا يناقشون هذا، لذلك أعطوها النسبة 97%. أما انتخابات الحكومة فالاستراتيجية النظام الملكي دائما تقول بأن الحكومات هي فقط وسائل، والناس يعني لها ثقة أكثر في النظام وفي القصر بأنه هو الضامن الاستقرار وهو. وحتى نرى هذا في كل ملف، في تقريبا كل الملفات، لما يقع تظلم أو حالة فساد يتم دائما المنادات ب نطالب صاحب الجلالة بالتدخل، ونطالب صاحب الجلالة بالتحكم. إذا كان عندنا دستور يقر بصلاحية رئيس الحكومة ورئاسة الحكومة، فمن المفروض أن لا يتدخل الديوان الملكي والملك في شؤون يعني يومية. والآن وقع كثير من التدخلات، ومن حتى دستورهم الملكي الذي تم تمريره باستفتاء مزور، ويعني والمراوغة الإرادة الشعبية، حتى النظام والديوان الملكي لم يحترمه في عدة في مرات عديدة. كمثال تعيين السفراء فقط يوم أو يومين قبل تعيين رئيس الحكومة، أو يعني بعد انتخابات نوفمبر 23 نوفمبر 2011 كان من المفترض أن ينتظر الملك والقصر تشكيل الحكومة، بما أنه نحن بصدد تشكيل الحكومة وقعت انتخابات، فالأولوية لتشكيل الحكومة قبل أن تعين السفراء. فالقصر أرسل رسالة بأن المقرر الوحيد والسلطة السياسية الموجودة
والتي لا يمكن ان نناقشها هو الملك، وتم تعيين السفراء بضعه ايام قبل من، وحتى تعيينه لم يتم في قصر الرباط، تعيين بالكيران كجاء ميدلت، يعني هذه مدينه هامشيه ما تقع ما بين احنا لا نهمش اي مدينه في المغرب، لكن مدينه صغيره ليست فاس او مكناس او الرباط او مراكش او الدار البيضاء. كيف تعين رئيس الحكومه؟ كانكم في تونس تعينون رئيس الحكومه اظن ما نعرفش يعني في مدينه يعني في مدينه داخليه اظن سيسيليانا يعني لابد ان ثم رمزيه ثم رمزيه يلعب دائما النظام الملكي على مساله الرمزيه حتى يوحي وحتى يشرع للشرعيه الوحيده اللي احنا الناس يظنون ان هناك تعدديه حزبيه حقيقيه وحياه سياسيه حقيقيه في المغرب. نحن راينا ان وهذا هو الواقع، الحزب الوحيد الذي يحكم المغرب تحت مسميات متعدده هو المخزن هو القصر. كل حزب لا يمكن ان تمارس السياسه وان تكون لها يعني مداخيل ويعني وميزانيه من 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 الدوله للاحزاب التي تدعم انشطتها ان لم تعترف بشرعيه النظام الملكي. كل ما يقوم به النظام الملكي من انشطه اقتصاديه واستثماراتهم الخارجيه في قطاع الفوسفات وغير قطاع الفوسفات كلها كل الارباح وكل ما يتخذونه من خطوات الهدف منه الشرعنه واطاله عمر النظام الملكي، هذا ما يهم النظام الملكي. لهنا نحكي على الفساد، تعالوا موضوع الفساد في المغرب بصفه موضوع الفساد. موضوع الفساد وهو يعني الفساد في المغرب منظومة كبيرة، ولا يمكن أن نلخص نقول فقط هذا الطرف أو هذا الطرف، هي منظومة يتم التحكم فيها في الخيوط الكبيرة منها من القصر الملكي، يعني كل خيوط الفساد وكل يعني ملفات الفساد الكبرى تؤدي إلى القصر الملكي. نضرب بعض الأمثلة، يعني تمت يعني هناك ملفات، هناك قضايا فساد عندنا الجمعية مثلا حماية المال العام التي ترأسها الأستاذ محمد طارق السباعي أو شيء من هذا القبيل، هو هذا أظنه محامي، يعني عنده ملفات كثيرة في قضايا الفساد، وحتى وزير العدل الحالي كان من الموقعين على وثائق ومشاركا في يعني منادات بالقطع مع مثلا قضية الفساد. نذكر قضية الأستاذ المهندس أحمد بن صديق نادى وكتب مقالات يعني وأظهر يعني بالبيان والبرهان بأنه وقع يعني ظلمه في قصته يعني الشهيرة، وبعث برسائل كثيرة حتى للملك محمد السادس، لكنه لم يتم إنصافه. وهذه فقط يعني لماذا؟ لأن هناك يعني أشخاص محيطين بالملك يعني لا يمكن المساس بهم أو محاكمتهم أو مقاضاتهم، وهذه وقعت في أكثر من مسألة يتم يعني حمايتهم من طرف القصر الملكي، وهذا أمر طبيعي. الذي يظن بأن الملك يعني كشخص هو إنسان طيب وإصلاحي، لكن فقط المحيط من مستشاريه وأصدقائه هم الفاسدين، فنحن نتساءل من اختار أصدقائه؟ من اختار محيطه؟ أليس هو من اختار محيطه وأصدقائه؟ وإذا كانت وقعت يعني ملفات كثيرة يعني سواء الهمة أو الماجدي خصوصا الماجدي في مسائل الاقتصاد، هذا رجل فساد بامتياز. محمد منير الماجدي الكاتب الشخصي والمكلف بالشؤون الاقتصادية، هذا يعرف في الأوساط الاقتصادية المغربية ب مسيو تخوازام ولا ام تخوا، محمد منير الماجدي، وحيثما دخل يعني يدخل يعني بشكل يعني استبدادي لا يمكن يعني ان حتى كبار رجال اعمال المغاربه يخشون من تدخلاته، لانه يتدخل بصفته مستشارا للملك وكاتبا شخصيا للملك، من يجرؤ على معارضه كلامه. وقعت في اكادير رئيس بلدية أكادير طارق قباش من
الاشتراكي من النماذج اللي استطاعوا انهم يقولوا لا. نعطيكم قضيه فساد اخرى، منير ماجدي اقتنى اراضي بتاودات تابعه لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، تعتبر وقف اسلامي، بثمانين يعني حتى اقل من ثمن السوق بدرجه خدمهم، يعني بثمن رمزي. كيف يعني تاخذ اراضي تابعه للدوله بثمن رمزي بدون يعني مناقصه، بدون يعني هذا يعني، وهذه فقط واقعة من الوقائع ومن الملفات التي لا يتم تحريكها. والاستاذ مصطفى الراميد وزير الحالي للعدل والحريات لا يملك الجرأة والصلاحيه لتحريكها، وان تم تحريكها فسيتم يعني عرقلة الملفات يعني بطريقة يعني الوزراء الموجودين حاليا ما يقدروش يحركوا ملفات الفساد. لو كانوا يستطيعون ذلك لفعلوا. احنا الآن بعد مرور سنة ونصف على حكومة بنكيران وحكومة التي يترأسها العدالة والتنمية، قبل ما نمر على قضية تترأس الحكومة، هل تعلمون بأن الحكومة الحالية تحالفت مع نفس الأحزاب التي كانت في الحكومة السابقة؟ حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم الاشتراكية، والتقدم والاشتراكية. هل تعلمون في حكومات تدعي أنها يعني انبثقت عن ثورة وعن تغيير وعن إرادة جديدة تتحالف مع نفس الأحزاب؟ هل تتصورون أن حركة حزب النهضة والمؤتمر والتكتل كان يمكنه أن يتحالف مع الإرسيدي والتجمع؟ مستحيل، يعني لا يتقبلوا العقل. أو أن مصر الإخوان وغير الإخوان الحرية والعدالة يتحالفون مع حزب مبارك. ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، هذه وقعت في المغرب بدعوى الاستثناء والإجماع على الملكية. كيف يا سيدي حزب الاستقلال يدعى حزب الاستغلال، أغلب وزراءه متهمون في قضايا فساد لا يتم تحريكها بمباركة القصر الملكي وبحماية القصر الملكي. هذا أحمد حميد شباط الذي يعني أكثر من تصريحات وكأنه يدافع ضد تيار العدالة والتنمية ويدافع، هذا متهم في قضايا، هذا يعرفه أهل فاس، هو ابنه في قضايا المخدرات وأبناؤه متهمون في قضايا عدة المخدرات واغتصابات. وهذا المغرب يتم الإشارة حاليا شباط هو رئيس حزب الاستقلال الحالي اللي تم اختياره. يعني شوف احنا حتى الأحزاب المخزنية نعرف كيف تجري، ليس هناك يعني ديمقراطية حقيقية، يتم التحرك في الأحزاب من طرف الديوان الملكي المستشارين، وخاصة الهمة رجل السياسة وصديق الملك، والماجدي رجل الاقتصاد وصديق الملك، والمغاربة خرجوا منذ 20 فبراير ينادون بإسقاط هذين الصديقين، فإذا بهم يعينون مستشارين ويزكون من طرف القصر ومن طرف محمد السادس. إذا كان محمد السادس لا يستطيع أن يكبح جماح محيطه وأصدقائه فليرحل. هذه بكل بساطة يعني فكرة الجمهورية المغاربة. نادينا بالإصلاح مرات عديدة، والشعب المغربي احترم شيئا ما الملكية وقدرها وأراد أن يعطيها فرصة في 20 فبراير ولم يخرج بشعار ارحل، لكنه تبين الآن. يعني هذا شعاركم شعار حركة الجمهوريين المغاربة، شعار حركة الجمهوريين، وليس فقط شعار الجمهوريين المغاربة، هناك كان حتى من بعض حركة الجمهوريين كانوا نادوا بإسقاط النظام، ووقعت يعني المنادات بهذه، لكن تم قمعها واحتواؤها. شعار ارحل كان هو في الحقيقة لابد أن يكون شعار 20 فبراير من أول يوم، لكن استطاع المخزن بتنظيماته أن يخترق الحركة حتى يعني يضعف من سقفها وينادي بإسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد دون إسقاط الملكية. لكن تبين حتى هذه الشعارات التي دون إسقاط النظام لم تأتي أكلها، لم يتم تحقيق ولا يعني معاقبة أو حبس متهم أو واحد. ثبتت تهم كثيرة على الماجدي في قضايا كثيرة، قضايا يعني كيف يمول هو وأحد معاونيه عزيز الداكي، أظن هذاك الداكي مدير مهرجان الموازين، يعني هذا من المقربين من المجيدي.
يعني الهمه، الهمه وزير الداخليه يؤسس لحزب الاصاله المعاصره اسمه كان فؤاد علي الهمه، هذا هو رجل الظل الذي يحكم المغرب يبدو. فؤاد علي الهمه كان صديقا للملك، درس معه في المدرسه في كل مختلف، يعني صديقه روح بالروح. وجاءت كان معجبا بابن علي وسياسه ابن علي وسياسه تجفيف المنابع، فهو الذي اسس لحزب الاصاله المعاصره. فلما راى يعني الشباب المغاربه يعني نالوا باسقاط البان وحزب الاصاله المعاصره ورمزه الهمه، ونادوا يعني باسقاط المجيدي وبتدخلاته في مجال الاقتصاد وما الى ذلك، فتمت تزكيته داخل الديوان الملكي، وكأن فؤاد علي الهمة لم يكن من رجالة القصر حتى يتم تعيينه في الفريق المستشارين، يعني إعادة عملية إعادة انتشار قام بها النظام المغربي للإيحاء بأنه هناك تخلي عن السلطات. لم يتم، حتى لما سئل من كيران عن ما هي خطتكم من طرف الصحفي أحمد منصور في قناة الجزيرة، قال له ما هي خطتكم للقضاء على الفساد، ما تصوركم للقضاء على الفساد، قال له ببساطة وبفكاهيته وشعبويته عفى الله عما سلف. كيف عفى الله عما سلف؟ يعني أنت تظن أن تقضي على الفساد بقولك عفى الله عما سلف؟ يعني ولكن هذا يقع عندنا، ورئيس الحكومة يتلفظ بألفاظ لو كان عندنا فعلا محاسبة لتمت المحاسبة. كيف رئيس الحكومة تأتي لنا بآية قرآنية تقول أنت انتخبت من أجل القضاء على الفساد والاستبداد، ولما نسألك عن يعني طريقتك وسياستك تقول لنا عفى الله عما سلف؟ ما كنا نحتاجك إذا قلت عفى الله عما سلف، ما كنا ننتخب عنك إذا نقول عفى الله عما سلف. ويستمر الفساد، الفساد هناك مقالات وتقارير كثيرة، الفساد لا زال يحكم في المغرب، وقلعته الصامدة هو الملك والمؤسسة الملكية وما يعني يطوف حولها من عائلات مخزنية، عائلات تستفيد من الريع، من سياسة الريع. اقتصادنا المغربي خلافا على ما يعني يسوق له ليس اقتصادا قويا من حيث يعني استراتيجية التنمية ودعم المشاريع والمقاولات الصغرى وما إلى ذلك، هو مبني على الريع وسياسة الريع. من كان مقربا ومن كان يريد يعني أن يكون له يعني نجاح اقتصادي لابد أن يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني في هناك بعض الاستثناءات، وهنا يعني أضرب مثلا بميلود الشعبي وتصريحه الأخير الذي قال فيه المغرب، وحتى بعد سنة أو سنة ونصف، لأن التصريح أظنه تصريح يعني لازال عنده بعض الأسابيع أو بعض الأشهر. من هو ميلود الشعبي؟ ميلود الشعبي لمن لا يعرف ميلود الشعبي، هذا من كبار رجال الأعمال في المغرب، وهو يعني عنده استثمارات في قطاعات العقار حتى في خارج المغرب، في تونس أيضا وفي مصر. صرح بأن للمغرب الطرابلسية دياله، قال عندنا في المغرب الطرابلسية ديالنا ولا بد من صار. وهو يقصد من؟ يقصد عدد من يعني رجال أعمال مثل أنس الصفوي الذي هو يعني منافس له بمجموعته الضحى، مجموعة الضحى اللي استولت على أراضي كثيرة، أراضي الدولة بأثمان يعني بخسة، وتتم بيعها يعني للطبقة المتوسطة وحتى الفقيرة بأثمان يعني باهظة بالنسبة للقدرة الشرائية لعامة المغاربة. فتصريح من هذا النوع يبين ويعني يعطينا يعني دليل على أن المغرب لم يقع فيه أي تغيير حقيقي يذكر، وقع فيه إيحاء بالتغيير، يعني حتى كما نقولوا في الفرنسية فودوني لامبرسيون دو شانجمون بور كو ريان نو شانج. المهم لماذا بعض الشباب مثلنا في حركة الجمهورية المغاربة يعني ينادي بحل الجمهورية؟ لأن ليس هناك حل يبدو في الأفق في ظل هذا الحل، يعني والواقع إخراج يعني الشعب المغربي من الوضع اللي هو فيه، إخراج الشعب المغربي من الوضع. موقفكم من البوليساريو والصحراء الغربية؟ قضية الصحراء الغربية لها تاريخ. لما وقعت محاولات اغتيال وانقلاب على نظام الحسن الثاني في بداية السبعينات،
محاولات اغتيالية في الصخيرات، وقعت محاولتين دمويتين. فكان رد الحسن الثاني أيامها إبعاد الجيش وإبعاد مقدرات الجيش وجعله يعني خارج نطاق التأثير على السياسة في المغرب. فملف الصحراء مرتبط برغبة الحسن الثاني بأن لا يقع ما وقع في الصخيرات. ملف الصحراء له شق تاريخي في أحقية المغرب في صحرائه. نحن من ناحية أننا مغاربة، والمغاربة متكونون من صحراويين ومن أمازيغ ومن عرب على مختلف انتماءاتهم الجغرافية والقبلية، لا يمكننا إلا يعني أن ندعم وحدة الشعب المغربي ووحدة أراضيه، مفروغ منها. أما محاولة النظام لاستعمال قضية الصحراء كحصان طروادة للقول بأن هو أن المؤسس الملكي والملك هو الضامن الوحيد لمغربية الصحراء، وإذا سقط النظام المغربي الملكي فسيقع التخلي عن الصحراء، وأن هو هذا غير صحيح. موقفنا من قضية الصحراء موقف يحتاج إلى تأني وإلى شرح حتى لا يفهم من كلامنا أننا ندعم أطروحة الانفصاليين. نحن مع حرية وكرامة الشعب المغربي بكل مكوناته بما فيهم الصحراويين وبما فيهم يعني إخواتنا في الريف مثلا الذين عانوا أيضا من الاستبداد الذي وقع أيام الحسن الثاني مثلا. أما نحن يعني مغاربة الداخل يعني الوسط، فلنا أيضا مطالب، وهذا هو مطلبنا في حركة الجمهورية المغرب. إذا كان إخوتنا في الصحراء يريدون الانفصال ويريدون يعني ألا يقعوا تحت طائلة نظام يعني يطلب من كل مغربي يعني القبول في بمراسيم مخزنية يعني فيها الانحناء والركوع وتقبيل اليد يعني كنموذج للإذلال الذي يتعرض له الشعب المغربي، فنحن نتفهم هذا جيدا ونقول ليس فقط الصحراويين الذين يرفضون هذا، بل معظم المغاربة يرفضون يعني مظاهر إذلال ومظاهر الركوع ومراسيم المخزن التي عفى الزمن عنها، ولكن هذا النظام لا يريد أن يعفو عنها وأن يمر إلى شيء آخر، لأنه يعلم بأنها هذه المظاهر المخزنية والطقوس وحفل الولاء وكل هذا وسيلة من وسائل يعني شرعنة النظام له. فموقفنا يعني نحن ندعم حق كل الشعب المغربي، ندعم حق كل الشعب المغربي في تقرير المصير مصيره. إذا كان إخواننا في الصحراء يريدون تقرير مصيرهم فنحن لسنا ضد هذا الحق، لكن نريد تقرير المصير لكل الشعب المغربي. ورؤيتنا استراتيجية هي جمهورية مغربية يتمتع فيها تتسع لكل مكونات الشعب المغربي بما فيهم إخوتنا في الصحراء، دون يعني أن نمارس الاستبداد والإكراه على أي مغربي كان. لكن هناك مغرب في التاريخ وفي الجغرافيا لابد من احترامه، وإذا كان يعني للجزائر صحراؤها ولليبيا صحراؤها ولتونس صحراؤها ولموريتانيا صحراؤها، فلماذا لا يكون للمغرب صحراؤها؟ موقف حركة الجمهورية المغاربة من ما يسمى بالربيع العربي الذي أصبح خليفة. لا، هو الربيع العربي هو الذي فتح لنا أبواب الأمل في تغيير حقيقي في المغرب. وبالنسبة لنا يعني البداية كانت من تونس، البداية كانت من من من, من أرض تونس طيبة، والتي يعني نشكركم ونشكر التوانسة يعني على صدرهم الرحب الذين يعني يعطوننا هذه الفرصة التي ليست متاحة لنا نحن الجمهورية المغاربة بتعبير عن رأينا بكل حرية في المغرب. ونعرف أن كثير من أعضائنا والمتعاطفين معنا يتم يعني اعتقالهم وتأديبهم باتهامات شتى ملفقة، ومثل هذا الحوار مستحيل أن يعني يجري في 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 صحيفة مغربية إلا بعض الصحف والمواقع
الإلكترونية المستقلة التي يعني كتبت عن 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 نشأة وعن تأسيس حركتنا. يعني موقفنا من الربيع العربي هو موقف جد إيجابي، نرى بأن يعني المنطقة بدأت تتحرك نحو تحقيق أهداف الحرية والعدالة والكرامة بداية من 17 ديسمبر و 14 جويلية. هذا التاريخ هو الذي فتح الأمل للشباب يعني في المنطقة بأن يحلم بغد أفضل. وما يقع هنا في تونس من يعني مجلس تأسيسي ومناقشة حقيقية وحوار حقيقي للفصول فصلا بفصل، هذا في الحقيقة يعني قد يعتبره البعض بدخا في وترفا سياسيا، لكن اعتبره ضرورة. لا يمكن تمرير دستور او قانون الا بعد مناقشة يعني طويلة، وفترة سنتين ليست بالكثير بالطويلة، بخلاف دستور المغرب الذي هو دستور كوكوت مينوت، دستور يعني تم يعني كتابته بسرعة فائقة، يعني أقل من 3 أشهر ونصف منذ خطاب 9 مارس إلى خطاب 17 جوان الذي دعا فيه الملك إلى تصويت بنعم. كيف يعين تأسيس يعين أعضاء المجلس التأسيسي، أعضاء الهيئة التأسيسية أو اللجنة التحضيرية للدستور، يعين رئيسها ويعين كل أعضائها 18، يعين كل أعضائها 18، وبعد ذلك يدعو إلى 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 التصويت بنعم، ويستعمل المساجد ومنابر المساجد للتسويق لقول نعم للدستور، ونحن نعرف كيف. فنريد أن نقول بأن الربيع العربي لا زال موجودا، ولم ليس هناك خريف، لا يبدو أن لن يكون هناك خريف إلا بعد تحقيق الأهداف. من يراهن على فشل ومن يمول فشل التجربة في تونس ومصر سيفشل، يعني ستبوء محاولته بالفشل، لأن نرى أن الشعب في تونس وفي مصر يعني لن يتراجع، لن ترجع الدكتاتورية، ولن يتم حكم البلدان العربية التي تحررت بحزب واحد. وهذا يعني أملنا أن يكون هناك تعاون ما بين الشعوب الحرة لدعم تحقيق أهداف الثورة في كل البلدان، لأنه إذا، وهذه رسالة موجهة لإخوتنا في تونس وفي مصر، لابد أن تتنبهوا بأن الأنظمة التي لم تسقط بعد، ومن بينها نظام المغرب، نظام الملكية العلوية المطلقة في المغرب، ينظر بعين الريبة للتجربة في تونس وفي مصر، لأنه يعلم، بدون ذكر الأنظمة الخارجية هي أيضا معنية بهذا، لابد لجبهة يعني الديمقراطيين الأحرار الذين يعني حققوا ما حققوا في 14 جانفي 11 فبراير في مصر وفي تونس، أن يواصلوا عملهم في دعم يعني التغيير السلمي في باقي البلدان، لأنه إذا لم يتم دعمه فستدعم الأنظمة التي لم تسقط على رأسها بعض الأنظمة الملكية، ستدعم عملية الثورة المضادة على هذه الدول، لأن الوطن يعني العربي والمغرب الكبير يعني همه واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له جسد بالسهر والحمى. قضية نجاح الثورة في تونس وليبيا ومصر مرتبطة أيضا بما يمكن أن يحدث، والعكس صحيح، قضية التغيير في المغرب وفي الجزائر مرتبطة أيضا بما يقع على الساحة التونسية والليبية والمصرية، فلا بد أن ننتبه لهذا، ولا يعني ننأى بالنفس في تونس ومصر نقول والله هذا شأن داخلي للمغرب. نعم هو شأن داخلي للمغرب فعلا، ولا نطلب دعما ماديا من أحد، لكن على الأقل نتنبه إلى أن الأنظمة التي لم تسقط والتي يعني تحاول إيحاء بأنه وقع هناك تغيير في ظل الاستقرار
هي تعمل وتتدخل في الساحة التونسية، ولنا يعني أدلة على ذلك بأنهم يدعمون بعض الأطراف، وما هروب بعض رجال الأعمال تونس إلى المغرب إلا بعض من المؤشرات على أن هناك يعني تنسيق ومحاولة للاستفادة مما يقع في تونس من أجل يعني تحقيق أجندة سياسية لإبقاء الأنظمة الملكية، وخاصة الملكية على ما هي عليه، وإيحاء بأن والله أحسن لكم شي ملكية مستقرة مما يقع من فوضى في تونس وفي مصر. الحركة جمهورية المغاربة يعني لو مش فما يعني تغيير من الداخل او قدرة الشعب، لو نفترض المغرب قدرة الشعب المغربي على التحرك ومقاومة الاستبداد الملكي، هل تدعم التدخل الخارجي كما كما حصل في ليبيا وكما يحصل الان في سوريا؟ طيب هذا السؤال يعني جيد، يستبق نوعا ما الاحداث، لكن ساجيب عنه يعني بشقين بنقطتين. لا يمكن الحديث عن النقطة الثانية إلا بعد تطرق النقطة الأولى. متى حدث ما حدث في 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 في, في ليبيا وسوريا؟ لما استعمل النظام القائم وسائل قمعية وفتاكة ضد الشعب، وبدأ بقتل يعني المعارضين بطريقة وحشية. هذا الشيء لا نرى إمكانية وقوعه في المغرب أصلا. لماذا؟ لعدة أسباب، منها ما هو اقتصادي، لأن الأطراف الداعمة للنظام في المغرب وعلى رأسها شركاء المغرب الاقتصاديين التاريخيين على رأس فرنسا وإسبانيا وأمريكا، لا نظن ولا نرى أنهم سيتحملون تبعات حرب مثل ما وقع في ليبيا أو ما وقع في سوريا. فقضية التلويح بالقمع، وقضية التلويح بأنه تريدون إدخالنا في فتنة وفي حرب مثل ما وقع في ليبيا وسوريا، نحن نستغرب هذه القضية. نحن حركة سلمية ندعم الاحتجاجات السلمية ومناضل سياسيا وإعلاميا من أجل تغيير حقيقي وتحقيق جمهورية وتأسيس جمهورية مغربية، هذا من حقنا. أما إذا وقع النظام في مسألة القمع الوحشي وهذا، أولا نستبعده إمكانية، أما إذا وقع فلا يمكن أن نتحمل مسؤولية التبعات، ولن يبقى المغاربة رعايا يعني يتم يعني السيطرة عليهم من خلال سياسة الرصاص والنار، والآن يستعملون سياسة الزروطة والتعذيب. الزروطة يعني العصا لكل من يطالب بحقوقه. عندنا الحركة الحقوقية، حركة المعطلين المغاربة الذين لا يتلقون أي دعم من الدولة، ناس عندهم شهادات عليا، مهندسين وأطباء وغير حاملي الشواهد، يطالبون بحقوقهم الاجتماعية التي ما هي مضمونة في كثير من دول العالم، لكن في المغرب غير مضمونة. يتم يعني رفض هذه المطالب، بل ضربهم بالزروطة، سياسة الزروطة. ما دامت السياسة يعني في هذه الطريقة، ف لا نظن بأن الشعب المغربي يمكن أن يلتجئ إلى العنف، ولكن إذا تم قمعه بوسائل يعني أكثر من الزروطة، وبدأ القتل على مستوى وسال الدم في شوارع المغرب، فلا يمكننا نحن يعني أن نتوقع ونتنبأ بتبعات هذا الأمر. ونظن بأن هناك احتقان اجتماعي وسياسي في المغرب لو جرى، يعني بدأ النظام يفكر في القمع الدموي، ممكن أن يقع. أكيد ستكون هو تم يعني يعني هو النظام يفهم جيدا اللعبة، هو درس تجربة تونس ودرس تجربة ما وقع في تونس وما وقع في مصر، ويعلم أنه ليس في مصلحته أن يبدأ بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ما وقع في مصر تجربة استفاد منها النظام المغربي، وأراد بشكل سياسي استباق الأحداث. أما الآن بعدما يعني تم يعني سحب هذه الورقة وتبين المستور، يبدو لنا أن يبقى له فقط إذا خرجت هناك مئات الآلاف
تدعو برحيل النظام وإسقاط النظام، من ممكن أن يقمع بإطلاق الرصاص، لكن نحن نستبعد ذلك. إذا وقع، وهنا أتي إلى الإجابة، نحن لا ندعم تدخل الخارجي أو تدخل الناتو في المغرب مثلا، وحتى نحن نقول بأن الناتو وحلفاء النظام المغربي من جانب قوات أمريكية وغير أمريكية هم أصلا موجودين. الذي يعني سيقول لنا والله أنتم تدعمون تدخل خارجي، نقول لهم تعالوا تفضلوا شوفوا القواعد الأمريكية وتحركات الأمريكية العسكري الأمريكي الموجودة الآن في المغرب الآن. يعني لا لسنا نحن يعني تقر بوجود القواعد العسكرية، لسنا نحن من نقر. الجنرالات المغاربة ينسقون مع الأمريكان، فالأمريكان موجودين أصلا في المغرب. لذلك احنا نقول يعني لسنا نحن من أتى بالأمريكان وغير الأمريكان في المغرب. النظام المغربي هو الذي أتى معهم منذ قديم الزمن، أتى به منذ قديم الزمن. نحن لن نستعمل العنف لمطالبة بحقوق المغاربة والدفاع عن حقوق، لن نستعمل استراتيجية العنف. أما إذا تعرضنا إلى العنف ومورز علينا العنف، فمن حق يعني المظلوم أن يدافع عن نفسه، وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة علينا. لكن إحنا لا نريد أن يسيل الدم في المغرب، ولكن بشرط أن يتم رفع الضم وإطلاق سراح المعتقلين. هناك ناس تم قتلهم وتعذيبهم، عندنا ملفات كثيرة، ملف الشهيد كمال العماري وغير كمال العماري رحمه الله، لم يتم أزيدون. هناك شهداء وقعوا في الثورة المغربية، هي لم يتم أقسم بالحراك المغربي. ربما يعني عبرت بكلمة ثورة المغربية لأن احنا يعني نراها في الحقيقة ثورة، ولكن بشكل مغربي، بحراك مغربي، بظروف مغربية، ولكل شعب ثورته. ما يقع في المغرب هو حقيقة، بمعنى يعني الحراك الاجتماعي هو في الحقيقة ثورة. أول مرة يخرج الشعب المغربي يطالب بهذه الكثافة، وأول مرة هناك حركة تسمي نفسها حركة الجمهورية المغاربة. لم نكن نجرؤ قبل ذلك على مثل هذه التسمية، الآن نجرؤ يعني على ذلك، ونرى بأن ليس لنا خيارا آخر غير ذلك. إذا تم يعني مقابلة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بالعنف والرصاص، وهذا ما نستبعده، فكل أبواب وكل احتمالات مفتوحة. لكن نعيد ونؤكد، لا نريد يعني مساهمة في مسلسل دموي في المغرب، لا نريده بتاتا، وليس من استراتيجيتنا. ما خوفكم اللي يحصل الآن في سوريا؟ هو الدعم ل يعني الجيش السوري الحر، ولإرادة الشعب السوري الحر التخلص من نظام الاستبداد على رأسه نظام بشار الأسد. ويعني نحن يتقطع دمنا، يعني قلبنا دما على محسرة على ما يقع في سوريا، وتطور الصراع السوري إلى صراع ما بين دول يعني إقليمية، وصار الدم السوري يعني هو المتداول في هذا الصراع هذا. لكن موقفنا واضح، حركة الجمهورية المغربية تدعم يعني الشعب السوري في رغبته بالتحرر والانعتاق من نظام الأسد. يعني ليس هناك سؤال كمل بالنسبة لرأيكم يعني موقفكم من الملكية أو كذا، هل تجدون في المغرب مؤسسات أو فعاليات مجتمع مدني تدعم طرحكم أو تنسقون معها يعني إخبار رأيب عام مثلا المغربي بموقفكم وكذا؟ نعم، هناك يعني تنسيق يعني ميداني وإعلامي، لنا كثير من العلاقات مع يعني حركات وتنظيمات مثلها يعني جماعة الإحسان، نعتبرها يعني أيضا من الأطراف التي أكيد تدعم رغبة الشعب المغربي بتحقيق نفس الأهداف. لكن لديهم تصور يعني آخر وأدبيات أخرى، مثلا بعض التنظيمات اليسارية مثل النهج الديمقراطي يعني كانت ولا زالت ترفع يعني شعارات يعني جدرية في وجه النظام،
ننسق مع حركات وجمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان MDH، لنا معهم يعني تواصل يعني في حد يعني الإمكان. كل يعني مع المجتمع المدني في المغرب. اي نعم، المجتمع المدني هناك. انا التقيت قبل اسبوع بمؤسس بي دي اس، تعرف بي دي اس، واحد ماروك ترانسبيرنسي. هذه جمعيه الشفافيه في المغرب. هذه منظمه عالميه لها فروع في كل الدول، منظمه عالميه لدعم الشفافيه، ورئيسها المناضل المغربي من اصل يهودي اسمه سيون اسيدون. التقيت به يعني على هامش مؤتمر او ندوه عقدت هنا في تونس قبل اسبوع، تناولت قضيه فوسفات قفصه. فكنت يعني حضرت يعني في اليوم الاول والتقيت به. ويعني نحن ننسق مع كل من يرغب ان ينسق معنا وان يشاطرنا يعني رؤانا وتصورنا، لكننا نلحظ ان هناك كثير من يعني تنظيمات والجمعيات تتحاشى وتخاف شيئا ما ان يكون لها تنسيق معنا، لان ترى بان طرحنا وراينا يعني في نظرهم يبدو شيئا ما يعني سابقا للأوان وربما متطرفا من ناحية السياسية، ويرون أن الدعوة إلى الجمهورية المغربية ضرب من الخيال ومن الحلم في واقع نظام ملكي مستبد له من العمر والتاريخ أكثر من 3.5 قرون. لا يتخيلون. هناك كثير من الغرب يقول لك كيف تدعو إلى جمهورية والمغرب ملكية منذ 12 قرنا. جوابنا على هذا أن الملك النظام في المغرب لم يكن ملكية منذ 12 قرنا. تعاقبت كثير من الدول، دولة الأدارسة والمرابطين والموحدين وذلك، ولم تكن ملكية، لم يكن سلاطين والحكام في 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 في, في الأدارسة والمرابطين الموحدين لم يكن يدعون بالملك فلان وصاحب الجلالة فلان محمد الخامس أو محمد السادس. هذا غير صحيح، هذا وقع فقط يعني لما دخل الاستعمار وأسس ومكن للملكية العلوية كوريد للاستعمار وكوكيل الاستعمار ومدافع عن مصالح الاستعمار بعد خروج الجنود الفرنسيين. أما المغرب فتعاقبت عليه دول فعلا كان فيها التوريد، ولكن على بشرط يعني أهل الحل والعقد، وكان يسمى بالسلطان، وتم عزل كثير من السلاطين بما فيهم السلاطين العلويين. وأنا أدعو كثير من المغاربة وغير المغاربة من إخوتنا التوانسة أن يطلعوا على تاريخ العلويين، تاريخ العلويين، السلاطين العلويين، تاريخ دموي. كان بعض السلاطين يبدأ يعني حكمه بقتل وبسجن حتى بني عمومته، يعني يعني تاريخ العلويين وتاريخ ذاك المولى إسماعيل سلطان إسماعيل دموي 100%. وليس صحيح أن المغرب كان يعيش في استقرار منذ 350 سنة كما يدعي المخزن العلوي ومن يريد أن يزور تاريخ المغرب. المغرب وقعت في ثورات عديدة في تاريخه، وقعت عندنا حتى في تاريخ في مرجع تاريخي معروف بالاستقصاء في اخبار المغرب الاقصى لمؤرخ مشهور يسمى الناصري، خالد الناصري، ثوره العبيد، هذو عبيد البخاري، جنود اتى بهم السلطان العلوي من ادغال افريقيا وتم تمرينهم، وهم كانوا ولا زالوا حتى الان فيه ناس يعني يعني بشرتهم سمراء وهذا، ولا زالوا يقومون ببعض ويسمون بعبيد البخاري. هذا عبيد البخاري في دولة العلويين قاموا بثورات. فالذي يستغرب أن المغرب وقعت فيه ثورات وكان دائما، حتى لما دخل الفرنسيون في معاهدة الحماية 30 مارس 1912، كان إبان ثورة القبائل المحيطة بعاصمة المغرب إداك فاس، كان السلطان قد تمت الثورة عليه وكان يعني خائفا، وهو يعني وصلت القبائل وحاصر، كان محاصرا. لما تم
التوقيع على معاهدة الحماية كان السلطان العلوي محاصرا، ما كان لا يستطيع الخروج من فاس، فكان فقد السيطرة عن كامل المغرب. فنحن يعني لم نخترع شيئا، هذا النظام العلوي الملكي اصلا هو فاقد للشرعية منذ معاهدة الحماية، لم يكتسب شرعية الا بتحالفه مع الاستعمار. وكيف يتحالف النظام الملكي مع الاستعمار وبعد ذلك يوحي بثورة الملك والشعب؟ نحن عندنا في المغرب يوم وطني، عيد وطني يسمى ثورة الملك والشعب، منذ قليل حتى احنا 20 غشت واستعمله النظام في 2011، مرر دستور فاتح يوليوز 2011 وقال عندنا 20 فبراير 20 غشت 2011 هو يوم 20 غشت ايه يعني اوت 20 شهر 8 في عز الصيف، يعني يحتفل المغرب الرسمي بثورة الملك والشعب، وكأن الملك يعني قام بثورة في يوم من الأيام. هو إن قام بثورة فهو قام بتحالف مع الاستعمار، وهذا هذه وثائق موجودة. فيعني هذا هو الموقف. ولفهم يعني المعارضة الحقيقية في المغرب لابد من الرجوع إلى التاريخ العصري، ربما حتى تاريخ الاستعمار، حتى نفهم لماذا هذا النظام الملكي هو فاقد للشرعية. وهو يعلم هذا يقينا، النظام الملكي يعلم أن أغلبية المغاربة لا يرون فيه شرعية ولا يقبلون تسميته أمير المؤمنين، وأغلب المغاربة لما يسمعوا كلمة أمير المؤمنين يعني يتهكمون على أمير المؤمنين. كيف يكون أميرا للمؤمنين محمد السادس ومن قبله أبوه، يعني خاصة الحسن الثاني ومحمد السادس، كيف يكون أمير المؤمنين وهو في شركاته بخاصخي في المغرب تصنع الخمر ويبيعها في مرجان وأسيما اللي هي داخلة في الهولدنج الملكي في مجموعة الشركات الملكية؟ كيف يكون أمير المؤمنين من له بنوك ربوية تجاري بنك كمثال موجود عندكم يعني في تونس وفي إفريقيا وفي العالم كله، عنده بنوك ربوية أمير المؤمنين، يبيع الخمر أمير المؤمنين، يعني كيف يستقيم هذا الإمارة؟ ولذلك الشيخ أحمد الريسوني لما تكلم عن شروط إمارة المؤمنين، وحتى لعل الإحسان الشيخ عبد السلام ياسر رحمه الله لما تكلم عن قضية إمارة المؤمنين نحن نرفضها، لأنه يعني ليس حتى إذا قبل، حتى إذا كان هناك من يريد إعادة مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا العصر، نقول لها أين هي شروط إمارة المؤمنين؟ هذا الشخص الذي تريدون يعني إعطاء هذا الوصف لا توفر في شروط إمارة المؤمنين، هذه الأولى. أما نحن حركة ندعو إلى مدنية الدولة ونرفض وصاية باسم إمارة المؤمنين. بالنسبة لنا الدين الإسلامي هو دين لكل المغاربة، ولا يصح يعني أن يتصف أو يحتكر صفة إمارة المؤمنين شخص بوصفه ملكا أو غيره. حتى منصب وزارة الشؤون الإسلامية هذا يعتبر منصب سياسي، منصب سياسي يتم التوافق على شخص سيتم في يعني بناء على رغبة البرلمان وعلى رغبة الشعب، يعني كيف سيسير قطاع المساجد والشؤون الإسلامية وهذا، لكن لا يمكن أن ينوب عن الله سبحانه وتعالى. وأريد التطرق إلى الفصل 52 يعني كمثال من الفصول التي عددها 180 في الفصل الجديد هذا. الفصل 52 يقول للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، يعني بمعنى مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهم. كيف في 2011 وقعت ثورات في العالم العربي يصوت الشعب المغربي ويقول نعم لفصل 52، الملك يخطب ويقول ما شاء في خطاباته ولا يمكن أن نناقش خطاباته، يعني هذا دستور أنا ربكم الأعلى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أهلكم إلا سبيل الرشاد، يعني هذا هو المعنى والتفسير لهذا الفصل. كيف
وحتى القرآن الكريم والمسلمون يعرفون هذا، يتم تأويل بعض الآيات ومناقشة بعض الأحكام الفقهية، وهناك أربعة مذاهب فقهية قامت بدراسة النصوص، وكان هناك اختلاف في نصوص إلهية ونصوص نبوية شريفة. أما النصوص الملكية عندنا فلا يمكن مناقشتها. فهذا يعني أما الأصل الاستبداد هو الفصل 41 والفصل 42 اللذين يخولان كل السلطات للملك. يقول الفصل 41 والفصل 42 يعني كان لافتا للملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى بشأن المسائل المحالة عليه استنادا إلى مبادئ أحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة. وهنا بين قوسين، هل من أحكام الدين الإسلامي ومقاصد السمحة هو مظاهر مهرجان موازين و... يعني تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظاهر، يمارس الملك الصلاحية الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ومخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ضهائر، يعني ضهائر قوانين يصدرها وقت ما شاء، يعني كيف ما شاء بصفته أمير المؤمنين فوق البرلمان وفوق كل شيء. الفصل 42، الملك رئيس الدولة ممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، إذا هذا اختيار ديمقراطي هذا، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد، كيف استقلال البلاد وهو كان مع الاستعمار وكان يعني يهنئ الاستعمار لما يعني يفوز ينتصر على المقاومة، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ضهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. مهم يعني، هل هذا دستور ديمقراطي؟ دستور جاء في بعد الثورة العربية، هذا دستور جاء بعد سقوط بن علي وسقوط صوت عليه الشعب المغربي بنسبة 97%، وأثناء الانتخابات البرلمانية صوت بنسبة 47%. سيدي بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا على الوقت اللي أتحت لي. والآن عندك مادة، عندي ساعة و دقائق يعني، والله شكرا. ساعة عندي يعني، شكرا جزيلا لك. فقط نحب نعود نسمع لأنه أنا وقفنا حتى أنا عندي ساعة وسبع دقائق.